الحديث عن مكتبة الألباني هو حديث عن الوفاء فهذه الجامعة جامعة الوفاء وأهلها ومنسوبوها هم أهل الوفاء والإمام الألباني رحمه الله بادل هذه الجامعة وفاء بوفاء حيث أهدى مكتبته العامرة للجامعة الإسلامية والجامعة الإسلامية وفاء بهذا العهد له ولطلابه ولمحبيه ولأهل هذا المنهج المبارك استقبلت هذه الهدية كما هي بحفاوة واعتناء واحتفاء فعدت لها قاعة خاصة لعلها من الأكبر في المستوى الثالث من المبنى وأول ما تدلف إلى مكتبة الألباني ستجد وصيته العامرة رحمه الله أني أوصي بمكتبتي كلها مخطوطها ومطبوعها هذه الوصية للوقف هي المكتوبة بخطه هي الحقيقة يعني رسالة حتى لطلاب الجامعة وتذكير بوصية الشيخ ورسالة هذا المكان المبارك والجامعة الإسلامية وفاء بهذا العهد كونت لها فريقا عمد إلى تصنيف هذه المكتبة وفهرستها من جديد وتصوير مخطوطاتها ووضعها في المكان اللائق بها وأيضا حتى تسهل لكثير من الباحثين ومحبي الشيخ ومريديه وممن يريد أن يبحثوا في كنوزه التي لم تكتشف بعد عمدت إلى مشروع آخر وهو تصوير جميع كتب الألباني التي عليها شروحاته والمشروع بحمد الله هو شبه منتهن وإن شاء الله سيظهر للنور قريبا فكل من يحب أن يطلع على شروحات وتعليقات الإمام الألباني يجدها متاحة والجامعة كما قلت تفتح أبوابها وكذلك مكتبة الألباني لجميع الباحثين فنرحب بالجميع في جميع الأوقات.